السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نداء الصيغة صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله وأيده وحفظه من طباخ بحري كنت نشتغل بالشركة المغربية للملاحة لاكوماناف، اللي من بعد تغير الاسم ديالها من بعد ما تباعت لاكومانافيري. ومن بعد الإفلاس ديالها التجأنا للقضاء. هذا الأخير أصدر حكام، ولكن مشكل أن ليس هناك تنفيذ إلى غاية اليوم. فنرجو من صاحب الجلالة أن يتدخل وأن ينصفنا، وعاش الملك، عاش الملك.